هاي منطقة الحاجز حوارة سابقا، وإن شاء الله إنه ينزاح بالمرة ولا يبقى له أثر. وأحلى صورة في كل الصور صورة القمر. هاي كفر قليل ومن أو على اليمين اللي هي رجيب. هذا السهل دائما كل سنة بيحرقوه مشان ما يخلوش أثار للفلسطينية. هون طولين هينا وصلنا تقريبا عند الحاجز دي جناح ذا. مالك ما اجتش العروس؟ ما لقيناش العروس، ضرب عمي عليها تلفون اللي بتقول له صار الوقت متاخر. مروحه لهو بحكي لها مش انا قلت لك بعد العصر؟ اخذوها وهي محوطينها ويجوا هم يزرعوا ويقلعوا. كفار قليل نابلس، هذه اسمها عين مخنة. عين مخنة غيروا الاسم قطعا. اللون مريع الشمال ومعسكر حوارة امامنا، هذا كان للجيش الأردني. يا ننتقل إلى شارع القدس حوارة. ومفرق بورين. دار الحج راتب وفيها الحج حسن حاليا. ومن هنا الطريق الى كلكيلية. هم بناموا في النهار، الواحد كان بخدمهم من الصبح بيطلع بوصلهم على كلكيلية على طول كرم يشوفوا المناطق عجنين، بس مشكلتهم النوم. الوجبة السريعة ترحب بكم. ما شاء الله تشتغل والله. ها
يا سلام جيك يا بيكتور. يس 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 يس. حوارة حوارتنا لو ما تدفع فيها بننصب خيمتنا من روس اطباع. يلا بندور من هون. هذا اكيد دار نزيل شفتيها؟ زمان بس دعات عدت. I remember we went here and we went to somebody's house that wasn't finished. السلام عليكم. عيونك حلوات يا ولد والله، غير البنات يتكاتلين عليك. ابن مين انت؟ الشيخ. انو شيخ؟ يسعد دينك. والله سمعت صوته، مش راضي تطلع صوته. السلام عليكم. هذه كانت الإدارة المدنية سابقا، واشتراها طائل ونائل وصاطي بعرف شو كلياتهم، وكتبوا عليها هذا من فضل ربي. وأما بنعمة ربك فحدث. يجي هيك هذا الشارع الببور، هذا كان يمر من وراء دار مفضي، من وراء الببور، من وراء دار يوسف الرشيد، من قدام دار الملاح، فصار أشياء كثير. هذه الطريق ما جيتهاش ولا مرة. هنا كان الببور، وانا دار ابو رايك، يقولوا دار رفيق رشيد الكرشي. السلام عليكم. بنرجع للشارع الرئيسي عند دار تركي العودي العفاني.